عند الوالي اللي هو كلف هنايا يوصل سيدنا يوصل يا يعني الناس مضروره ساعدتو هذا النبي عليه السلام. تينا تستقبل ما كتستقبل الناس كيفاش بغيتي كيفاش بغينا نحلوا من هذا المشكل ديال القهاوي؟ كاين قهوه بدراهم مشيت عندها كيقول لي والله ما وصلت 500 درهم هذه 7 شهور. كيفاش هذا الرجل اللي خلص 1000 درهم من مترو؟ كاين اللي زادته 20 مليون، كاين اللي زادته 4 مليون، كاين اللي زادته سير بزاف. الدعوه بهم من الله، والله الا الدعوه بهم من الله. نظمت رابطة أرباب المقاهي بمدينة طنجة وقفة احتجاجية صباح يوم الأربعاء أمام مقر ولاية الجهة تنديدا بالقانون الجبائي الجديد للمجلس الجماعي. حنا تجمعنا هنايا بعد سلسلة والحوارات مع العمدة هذه ما يزيد 8 شهور، قلنا له يا ودي هادشي راه ما يكونش، هادشي راه صعيب، هادشي اللي كتهضر عليه أنت هاد القهاوي راه ما كيدخلوش، لأن كاين اللي عنده الله يحسن العون، كاين اللي عنده الخدامة، كاين اللي ما كاينش باش حتى باش يخلص خدامة عاد باش يعطي هو القرض، يعطي للبلدية. بائع متجول ما عنده حتى شي ضريبة، وحنا نازلين علينا دائما حنايا، علاش حنايا؟ علاش ما تتفاهمش معنا قبل ما تعمل القرار؟ تينا تستقبل ما كتستقبل الناس كيفاش بغيتي كيفاش بغينا نحلوا من هذا المشكل ديال القهاوي؟ علاش عملناك عمده باش تدافع على المصالح ديالنا وتوقف مع الدرويش؟ وهذه هي الهضره ديالك اللي كنتي في الاول كتقولها، دابا بديتي كتقول خصنا نعمروا الصندوق، ما يمكنش. اجي طنجة البالية تما واحد مسكين قهوه ما كيدخلش 200 درهم ما كيدخلهاش، جاته من يولد الفران شد كل شيء مشى بحالو عنده ثلاثه ديال اليتامى، ما يمكنش هذا ما كايناش. حنايا في كاسابراطا هادي واحد 3 شهور ولا 4 شهور شادوا 3 ولا 4 قهاوي اللي شادوا، علاش؟ أول حاجة كاري وعنده 5 الخدامة، جوج كيخدموا في الصباح وجوج في العشية، وواحد اللي كيرياح وما كيدخل والله ما كيدخلها 150 درهم، إن شاء الله كيتكافى يخلص الخدامة ويجيب المصاريف، مول المحل كيبقى حاصل مع مول الكرة خصو يكري. شد المحل دابا 4 المحلات يتشدوا قمة وقعت القضية هذه، ما بالك عايزيدونا في الضرائب يزيدونا في المصائب. الوقفة التي رفع خلالها أرباب المقاهي شعارات يستنكرون فيها ما أسموه الظلم الكبير الذي لحقهم من جراء القانون الجديد للمجلس الجماعي، حيث تم رفع ضريبة الاستغلال المؤقت للملك العام من 60 درهما إلى 1000 درهم للمتر الواحد، وضريبة المشروبات التي انتقلت من 3% إلى 8%، وهو ما ترفضه الرابطة جملة وتفصيلا. إذا كان هذا القرار هذا مقبول ومطبق في المغرب يكون كلام، هذا ظلم حق هذه المدينة هذه. هذا القرار من 60 درهم من 1000 درهم جبايات ديال التراسة والزيادة 3% 8% تبردي في طنجة، ما عرفناش علاش بالضبط. ما تبرد لا بكازا لا بأكادير لا بمراكش لا بمدن الكبرى ما تبردش. زيادة من 60 درهم إلى 1000 درهم، ومن ضريبة المشروبات من 3 إلى 8%، وهاد السلع بزاف بأن كاين اللي زادته 20 مليون، كاين اللي زادته 4 مليون، كاين اللي زادته السلع بزاف، وكاين بعض المدن ديال المغرب كامل ما كاينش هاد الأثمنة، كاين السلع عند 10 دراهم، كاين ديال 30 درهم، أكادير اللي هي سياحية ومغلقة وكذا عندها 35 درهم. أي مدينة المغرب ما كانش الأثمنة هذه. كما طالبت الرابطة بإعادة النظر في هذا القانون والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل قبل فوات الأوان، محملة المجلس الجماعي للمدينة مسؤولية الوضع الراهن. حنا كنبغي نقولوا لهم 60 درهم اللي كنا كنخلصوا هي اللي غتبقى. فهمتي؟ لو كانوا صبروا في مدن أخرى 1000 درهم حنا معاهم. وثانيا كيف يعقل 1000 درهم من المترو كل 3 شهور؟ قهوي اللي ما كتبيعش حتى 30 40 درهم في النهار. بارك الله يا الامام يا رجال اتحدوا يا رجال اتحدوا، اني راك عار هذا عار هذا عار، المقاهي في خطر المقاهي في خطر هذا عار هذا عار. يستمر الجدل حول القانون الجديد للجبايات بمدينة طنجة، وهو ما تعبر عليه هذه الوقفة لرابطة المقاهي بالمدينة التي تتحدث عن تصعيد قد يصل إلى حد إغلاق المقاهي في حال لم تجد الجهات المسؤولة حلا لهذا المشكل في أقرب وقت ممكن. نور الدين الحداد، كاب 24 تي في، من مدينة طنجة.